اليوم باستلام شحنة أمامية مقدمة من منظمة يونيسف مؤلفة من 5 شاحنات، وذلك من معبر باب السلامة للاستجابة الطارئة للشمال السوري. شاهدنا جميعا كيف تأخر إدخال المساعدات الإنسانية الشمال السوري بحجج وادعاءات شتى، الغاية منها كان تسييس إدخال هذه المساعدات، حتى المساعدات التي تتعلق بإنقاذ أرواح الناس ورفع الأنقاض من فوق الناس شبه لم تصل أصلا، يعني ما وصل هي مساعدات إغاثية وخيام وما شابه ذلك، ووصلت كميات شحيحة جدا. شاهدنا جميعا كيف أن أول قافلة وصلت هي قافلة كردستان العراق، ثم يعني قوافل بعض الدول العربية مشكورين كقافلة السعودية والكويتية والقطرية، ولكن كل هذا لا يرقى إلى حجم المأساة الذي استطاع نظام الأسد بتواطؤ واضح من منظمة الأمم المتحدة وتواطؤ من الدول التي كانت تتطلع للتطبيع معه أن يستثمر هذه الحادثة استثمارا كبيرا. شاهدنا عشرات بل مئات الطائرات توصل المساعدات لنظام الأسد مع أنه لم يحصل دمار حقيقي في مناطقه، وشاهدنا جميعا كيف أنه استثمر صور ومشاهد في الأصل هي كلها مشاهد مأخوذة في مناطق الشمال السوري الذي هو خارج عن سيطرة نظام الأسد. ثم بعد ذلك يعني تخرج علينا منظمة الأمم المتحدة وتدعي أنها يعني كانت تنتظر إذنه لإدخال المساعدات عبر المعابر، معابر الشمال الموجودة مع تركيا والتي هو لا يملك في الأصل أي سلطة عليها، كمحاولة لتثبيت وضع معين سياسي وفرضه على السوريين يعني وشرعنه لاستمرار بقاء هذا النظام، وهذا ما يرفضه كل السوريين الأحرار. يعني ربما تغيرات سياسية ودولية تتغير يعني بين شهر وآخر، مهما تغيرت نحن كسوريين ثابتين على مبادئنا وهذا النظام، وسينتهي إن شاء الله.